20 حالة زواج قاصرات و62 دعاوى طلاق. تدخل الأهل واحد، الوضع الاقتصادي، الوعي. البنت لما تكون خلي 19 عمرها، البنت هاي تحسن تفتح عندها مسؤولية لتفتح بيت وتكون أسرة. كلمة أسرة لحالها بتكفي. هي مثل اجتنا حالة عمرها 15 سنة وعندها ولد عم تتطلق، والأهل هاد هون ما بيخلوها، ما في سنة أقل من سنة رح يزوجوها مرة تانية، وهي قاصر بهالعمر هاد بيزوجوا مرة ومرتين وثلاثة. والله بصراحة نحن وقفنا أكثر من حالات، يعني مو حالة وحالتين، حالات وقفناهن اللي كنا إنه اللي يجي لعنا بيخبرنا عنهن عم نتدخل ونوقفهن. اجتنا بنت عمرها 12 سنة، الزلمة 45 سنة خاطبة، هاي وضعهم المادي، الأهل تعبان وضعهم المادي للبنت، أغراهم بالمصاري، فسخنا العقد على أساس إنه خالص كل شيء. بعد فترة نسمع الأهل راجعين عاطينه البنت، بعتنا عليه البنت اجتنا حامل. هون ما عاد نحسن نساوي شيء. لو اني في قانون يحكم لزواج القاصرات كان ما اضطرقنا لهالشيء هذا كله، كان حتى نسبة الطلاق خفت عنا. هون بيحسن يردع، لما في قانون يحكم بهالشيء هذا رح يردع كل شيء. هون نحن باعتبارنا مؤسسة اجتماعية وقضايا المرأة عامة عم تجي لعنا لهون، اذا كان بين الاخ واخته، بين الزوج وزوجة، مشاكل عائلية عامة عم تجينا لهون، ومن ضمنها زواج القاصرات عم يجي لعنا. ضمن النقاشات والتوعية اللي عم بنساويهن عم يرجعوا للقانون، انه ما في قانون يردعهم، مثل تجارة عم بتاجروا بناتهم. قانون المرأة موجود، بس بدنا نحن الجهة القانونية بتطبق لنا اياه. احنا نطلب من مجلس عدالة المرأة انه تطبيق قانون القاصرات وتعدد الزوجات، لأن هالظاهرتين اذا نحط لهم حد مجتمعنا راح يكون مجتمع ناجح.